رح نمشيو نحكيو على والي المستير. والي المستير اللي يعتبر إذاعة المستير تخدم لصالحه ولصالح الوالي الجهة، وقال ما تنسيوش اللي أنا عارفكم نقابة الصحفيين بسبب التصريح هذا تقاطع والي المستير والأنشطة نتاعو. الوالي اتدخل البارح مع معز بن غربية، خلينا نسمعوه إيش قال. هب ادعاءات وافتراءات غير مؤيدة ولا تملك فيها أي حجة في بيان تعدائي تمشي للأقصى، هذا يثير الاستغراب. ونحن ننفي معناه ما قلتش للصحفي حاتم بالحوش اثناء تغطيه نشاطه ما تنساش انا عارفكم، فقط كنت تجي تقول لي هذا يا سيد الوالي. شويه مش معناها عارفكم معناها سبيتك، ومش معناها اني قلتها، ومش معناها انت تحب تبني عليها استنتاجات. رايي احنا نحبوا المشهد يكون واضح. يجي السيد وزير السياحه في زياره، يوقع قطع الزياره بتاعه باصرار من اذاعه المنسيه للتدخل في الاستوديو. يجي ركب الوزير وركب الوالي، ما نقولوش احنا نطبلوا لغيره ونوقف نقعد ونستناو السيده، ما نلقاو حتى حد. بعد يجينا حاجه بطريقه معناها مهينه، يجينا حاجه يقول لها تفضلوا مشيو للاستوديو، نتفاعلوا نقولوا السيده المديره موجوده ولا لا، يقول لنا موجوده، قلنا لها بالله ما نساش نسلموا عليها. تجي تهبط خطه متكاسله، معناها شنو الرساله اللي يعطيها الاعلامي؟ انك تستدعى والي في برنامج يدوم اكثر من ساعتين، تعطيه كلمه من ثمانيه من الناس. اخي انا راه وقتي مش ملكي انا. قول له سيد رئيس الجمهوريه المعروف على الزعيم الحبيب ورقيبة الله يرحمه، أنه كان عنده سعة الصدر مع الصحفي، معناه في معناه ظهرت لي استفزاز. يا هل فيديو هي الأولى وطرحت سؤالات مع مقدمة فهمني معناها تاع مقدمة ابن خلدون، معناها مقدمة فهمني انت استبرت كذا، وما فما حتى واحد لا رسلها لمسها. هو الرئيس ما انا ما نزعش انت عاد رفيه مستفزه ورئيس كيفاش هرسلتها هذه؟ كيفاش هرسلتها؟ في بيان النقابة اعتبروا أن والي الجهة تجاهل أن الإذاعة إذاعة المستير مرفق عمومي يخدم للصالح العام وليس المسؤولين، مشيرة لأنه اعتداءاته تتالت لتوظيف الإذاعة لخدمة مصالحه وتلميع صورته. كانوا أبناء إذاعة المستير عقدوا اجتماع نهار الاثنين قروا فيه مقاطعة كافة أنشطة والي الجهة. تعليق كانت هكا، يعني تحبوا ترجعونا للعهد السابق، فما اللي يكتب يخي ما حبوش يفهموا للممارسات هذه فات ولا رجعة إليها. ونوفى بالتعليق هذا يحبوا يرجعونا للإعلام البنفسجي. يقول لك عارفك ثبيتك، وهذا ما يعنيش أني قتلك، ولكن به نقعدوا في الضبابية ذيك ما نعرفوش قلنا ولا ما قلناش. معناها لوش نخليه هالفرضية الوالي؟ أخي هو عارف الصحفية اللي في إذاعة المنستير، لوش خليه هالفرضية؟ هي ما هيش سبة، ما نجمش أنا تو يجيني من عرش أنا مسؤول يخدم معاش في أنا وزارة ولا كذا يقول لي أنا عارفك. لا ما هو خاطر فما في إذاعة عمومية، أما إذاعة المسير إذاعة عمومية وبرا إذاعة عمومية. إيه هو في راسه هي اللي يعين المسؤول على الإذاعة الوطنية، هي رئاسة الحكومة المسؤول ليدير الإذاعة، مش الصحفي اللي نشط ولا الصحفي المراسل. وذاك الخلط اللي كان عنده السيد الوالي في علاقته بالصحفي. أنت عارفك الناصر، أنت صحيح تحط معناتها رئيس مدير عام على الإذاعة الوطنية، ولكن المدير العام راه والرئيس المدير العام الرول نتاعو سي رول دو جيستيون، ماهوش باش يدخل. الخط التحريري اللي نحكيو عليه هذاك راه ما يدخلش، فما مدير تحرير الاخر يصب الشهر يخلص الشهر ينظر في الترقيات، ولكن مش باش تفرض الخط التحريري على الصحفيين، لانه الصحفيين في كل وسائل الاعلام عندهم قناعاتهم وعندهم خطهم التحريري. علاش التونسيون هذه؟ معناها علاش هالتونسيون هذه الموجوده مع الصحفيين ووسائل الاعلام؟ علاش بكل الاخطاء اللي نجموا يرتكبوها ونرتكبوها مازالوا ما همش منسجمين؟ فما يبدو أنه في أذهان البعض وإلا الكثير من المسؤولين أنه صحفي، خاصة وقت اللي يتعلق الأمر بوسيلة إعلام عمومية مهما كانت تلفزة وإلا راديو وإلا صحافة مكتوبة، يلزم يكون منسجم مع النظام، منسجم مع المسؤول، منسجم مع بين ظفرين كل من يمثل الدولة. دونك انت في الكلام نتاع السيد الوالي تفهم اللي هو متقلق مثلا اني جاءت بخطى متكاسله. زربتش روح السيده المديره ساعه ما كانتش في استقباله، رد بالك احنا مانيش طالبين التطبيل. قال
اما على الاقل تقفوا تستقبلوا. دونك ديما عندك الفكره النمطيه نتاعك اللي نقفوا الكنا نعملوا الايدونور منا ومنا، والاحسن لو كان يكون فما سجاد احمر وكل علاماتك اللي نعملوا لهم هكا نتفعل معاك. هو المنطق نتاع الاشياء انه ويلي يعني يدخل الاذاعه انه تستقبلوا المدير الريسبونسابل اي ام في تي، لا اونكور بلوس ويلي بلوس ممثل مش اي ام في تي ممثل رئيس الجمهوريه يجيك للاذاعه عادي المنطقه انك تستقبله. ولكن لو يصير العكس ما يلزمش الوالي يدين هذا معناه ما نجموش نحكيو فيها في الاعلام وطن متكاسله تعرف شنو معناها؟ معناها تترنح في عقلها ماهيش مزروبه قالها بالضخامه فهمت. ثم ثاني حاجه قال سؤال مستفز، يعني وقت اللي تقول الزعيم الحبيب بورقيبه كانت عنده علاقه باهيه مع الصحفيين، زعيم بورقيبة كانت عنده علاقة تهبل مع صحفيين ويلمهم ويجيبهم ويكلمهم في التليفون في الليل ويتفاعل معهم، وكانت عنده علاقة باهية مع المحامين يجي يفتتح السنة القضائية وبعد يمشي يحلق مات. هل أنه هذا فيه استفزاز؟ يعني شوف الرئيس الذي كان يدعي قربه من الشعب كان يعمل كل شيء باش يوري اللي هو قريب فعلا من الشعب. انت شنو الاستفزاز اللي ريته في هذا السؤال؟ دونك شو كل حاجه تنجم تقلق بليزوموا السؤال اللي قلق ولا الاستقبال اللي ماهوش في الصيف المسير يا سونيا ركز بالصيف المسير يا سونيا باذن الله مش القفله انا صيف المسير بالناس المسير مش بويلي المسير تحدي سيف ويلي كتسمع انا صيف المسير هذه النيابه ما تنجمش تتحرك اما الويلي نجم الويلي نجم يتحرك الويلي نجم يمنحها شوي اخذ لي ماسوره سونيا معروف ورينا البحر اللي باش تدخل له وتلقى فيه باراسو واضح من سيتحدى الوالي اليوم خاطرك نمشي وبناس المسجد تحدي معناها السلطه كامله تحدي الوالي لا وحتى كان جيب باراسولك جماعه الغابات ولا الوكاليه ربي اما احنا شبينا تبدلنا علاش ربي يا رفيق الحاج قلبه منفلقت على السلطه وعلى قلق الصحفيين عركه السلطه والصحافه يحكي فيها بعد شويه البرنس منصف بن سعيد تاريخها من بورقيبه بن علي زمن الترويكا العشر سنوات وصولا لليوم الخبايا الكل يعرفهم البرنس نحكيو فيهم بعد الفاصل. بعد الفاصل نحكيو على بطاقة الإيداع بالسجن في حق رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهرة الحديث على جرائم إرهابية تأمر على أمن الدولة نحكيو مع محامي ريان الحمزاوي وسوفيا نجريبي يقعدوا معنا فاصل ونواصل.